النقطة الرابعة والأخيرة في الجهة الثالثة من حديثي عن دجال سجستان، صور قبيحة جدا جدا من دجل السيستاني وأكاذيبه وخداعه لشيعة العراق وحتى لشيعة العالم. موضوع الدستور، الدستور الذي كتب في العراق بعد 2003 ميلادي، بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. حكاية الدستور حكاية فيها الكثير من الكلام، لكن السيستانيين يفتخرون من أن السيستاني كان وراء هذا الموضوع. وبغض النظر عن هذا الكلام وغيره، فإن الدستور كان ملعبا من ملاعب الدجل السيستاني. لن أذهب طويلا، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه القاضي العراقي وائل عبد اللطيف. ولجنة كتابة الدستور 28 بيها من الائتلاف، أربعة ممثلين عن المرجعية، السيد أحمد الصافي، السيد علي عبد الحكيم الصافي، السيد عبد الهادي الحكيم، والسيد حبيب. هؤلاء يمثلون المرجعية في كتابة الدستور، ولكنهم كانوا يعبثون ويعبثون ويعبثون بالدستور، ويضحكون على الذين انتخبوا لكتابة الدستور، ويضحكون على الشيعة. إنه الدجل السيستاني بامتياز. ضياء الشكرتشي من الذين انتخبوا لكتابة الدستور هو جزء من هذا التكوين. أتحدث عن التكوين الدستوري، هو يتحدث بنفسه بصورته وصوته، بلحمه ودمه وشحمه وعظمه، مع هذا الفيديو. أنا كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة، من الذي ضغط عليك؟ ما قد أقر، من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما اكتبها واطبعها واطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني ان اسحبها. من كان نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟ هو معروف، ضروري اذكر اسمه؟ يعني ضروري اذكر اسمه؟ يعني هسه احنا ورا كان السيد احمد الصافي، احمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح
في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، والدعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها. أحمد الصافي في ذلك الوقت لا يستطيع أن يفعل شيئا، وحتى الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا في أمر خطير كهذا ما لم يكن مكلفا من قبل السيستاني، إما بنحو مباشر من قبل السيستاني، وإما من قبل محمد رضا السيستاني الذي هو لسان وعين السيستاني. ضياء الشكرتي يقول كانوا يضغطون عليه من أجل أن يزور ما تم الاتفاق عليه كي يكتبه في المحاضر، في محاضر الجلسات، كي يكتبه مزورا. ولاحظوا الفارقة بين مقررات الكونغرس الأمريكي كيف تكون دقيقة وكيف يعرضونها على الإنترنت وبإمكان أصدقائهم أو أعدائهم أن يدخلوا عليها، لأنهم متأكدون من صدقهم. أما هؤلاء الشياطين، هؤلاء الشياطين يخفون هذا في الكواليس ويظهرون للشيعة شيئا آخر، يضحكون عليهم. أحمد الصافي يضغط عليه لأنه هو الذي كان يكتب المحاضر، يضغط عليه أن يزور ما تم الاتفاق عليه. هذا الأمر لا يصدر من أحمد الصافي من عند نفسه، هذا شغل أبو محمد رضا، هذا شغل السيستاني، هذا عمل الدجالين، هذا شغل الواوية. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيما قاله ضياء الشكرتي. أنا كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المباني الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة، من الذي ضغط عليك؟ ما قد أقر، من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما اكتبها واطبعها واطلب من كان بالواقع، ثم يطلب مني ان اسحبها. من كان نعم؟ من كان رئيس لجنه المبادئ؟ هو معروف، ضروري اذكر اسمه؟ يعني ضروري اذكر اسمه؟ يعني هسه احنا ورا هو كان السيد احمد الصافي، ممثل المرجعيه. زين. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها. تلاحظون؟ المجموعة المنتخبة تجتمع وتناقش وتتفق وتقرر، وهذا الرجل هو الذي يكتب المحاضر، المرجعية تأمره أن يزور المحاضر وبعد ذلك لا يعطي المحاضر لأعضاء المجموعة المنتخبة لكتابة الدستور. هذا الكلام قاله في الإعلام، لو لم يكن حقيقيا لأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها، لدمروه، لكن الأمر يعرفه جميع الذين كانوا في تلك المجموعة التي كتبت الدستور. إنها مهزلة
مهزلة. هكذا يقول: كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر بعد التزوير عندما أكتبها وأطبعها. هذا دجل أو ما هو هذا؟ قيمة نجفية؟ تشيلوا كباب؟ ما هو هذا؟ هذا هو الدجل بعينه، هذا هو دجل المرجعية العليا، هذا هو المرجع الدجال. ويسربون صيغة، من؟ أصحاب العمائم، عمامة سوداء أحمد الصافي وعمامة بيضاء همام حمودي، يسربون صيغة غير صحيحة إلى جريدة الصباح. هذه المعلومات أكيدة. لماذا يسربون هذه الصيغة؟ لأجل إثارة الغبار حتى تكتمل عملية الدجل السيستاني من دون أن يلتفت أحد، حتى تضيع الحقيقة. وهذان لا يستطيعان أن يقوما بهذا الأمر، أن يخرج نسخة ليست صحيحة من الدستور، إنها نسخة مزورة، يخرجانها إلى الصحافة. هذا لا يكون من عند أنفسهما، لا يستطيعان أن يفعل ذلك ما لم يكونا مطمئنين من أن المرجعية في ظهرهما. هذا هو دجل السيستاني. الحكاية أبعد من ذلك. ضياء الشكرتشي ما تكلم عن كل شيء، هناك فيديو آخر يتحدث فيه عبر قناة التغيير. الفيديو الأول كان عبر قناة العراقية، عبر قناة التغيير يتحدث عن الموضوع نفسه ولكن بنحو فيه شيء من التفصيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور، الأستاذ وائل ما يدري بها، إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بالأستاذ وائل. هنا أنا بس سؤال اعتراضي، سؤال اعتراضي أستاذ ضياء حتى تكمل. سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو؟ حزب سياسي؟ أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر. أي. لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما ادري شو اسمه، كان الدكتور حسين ما ادري ايش، كردي متدين، كان هو يعطي الدور. لما رحت عليه قلت له: يا دكتورنا شنو القصه؟ معقول ما تشوفني؟ قال لي: والله اوامر. قال لي: اوامر؟ اوامر ان لا اعطى دور؟ ها؟ هذا الواقع كان. جمعنا السيد احمد الصافي، خلي اقولها، بمقر المجلس الاعلى، ها؟ وقال لنا، كان رايح للنجف وراجع، يراجع محمد رضا السيستاني ويرجع. قال لنا: انا اريد الان اضع امامكم انتم اعضاء لجنه كتابه الدستور من الائتلاف العراقي الموحد، يعني الشيعه الاسلامويين، اريد اضع امامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها.
اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يأيد ما احنا نريده او يسكت. بدأ يعدل الخطوط الحمراء، انا شلت جنط سديت جنطتي وقلت له معتذر عندي موعد اخر. خوش احترام لحرية الفكر وحرية الرأي، وخوش احترام للكفاءات التي انتخبت لكتابة الدستور. هذا هو الذي جاء به من النجف أحمد الصافي، مثلما يقول ضياء الشكرتشي، أحمد الصافي كان يراجع محمد رضا السيستاني، ومحمد رضا السيستاني لابد أن تعرفوا لا يتصرف من عند نفسه، إنه ينقل ما يريد أبوه. فما هو الأمر إليهم؟ اللي مختلف لا يقول رأيه، خلي يقعد وينشب، منعوا الوالدين يقعد وينشب. اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يؤيد ما احنا نريده او يسكت. فاذا اكو كلب ابن كلب يريد يتحدث لازم ينشب ويسكت. هكذا تجري الامور. هذا هو الطاغوت السيستاني. هذا شيء يسير يخرج من الكواليس. في الكواليس ما هو أقبح وأقذر وأنجس من هذا؟ مسخرة أنتم يا شيعة العراق، مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. أنتم كرتة حذاء. تعرفون شنو كرتة؟ ربما الذين لا يعرفون اللهجة العراقية، الكرتة هي هذه الزلاقة التي تستعمل حينما يريد الإنسان أن يلبس حذاءه، فيضعها كي تنزلق رجله إلى داخل الحذاء، زلاقة الأحذية. أنتم كرتة، كرتة، كرتة قنادر في أجواء المرجعية السيستانية. من أنتم؟ هؤلاء هم المسؤولون، هكذا يتعامل معهم السيستانيون. من أين جاء هذا الطغيان للسيستاني؟ من الأمريكان، مثلما حدثنا قبل قليل كينيث بولاك. نمكن السيستاني، مكنوا السيستاني، وإلا فإن السيستانية كان عبدا خنوعا أيام صدام. بإمكان مجموعة من الصدريين أن يدمروا السيستاني في بداية الأمر، ليس الآن، وكان خائفا منهم أشد الخوف. لكن الأمريكان مكنوه، 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 وطلبوا من الأحزاب الشيعية أن يكونوا تابعين له. لهذا السبب هناك خنوع واضح من الأحزاب الشيعية للسيستاني، مع أنهم لا يؤمنون لا بالسيستاني ولا بمرجعيته. حزب الدعوة أساسا لا يؤمن بحوزة النجف ولا يؤمن بمراجع النجف. حزب الدعوة مرجعهم الذي يقلدونه محمد حسين فضل الله، ولا زالوا على تقليدهم لمحمد حسين فضل الله، ويسخرون في مجالسهم الخاصة من السيستاني وأولاده، وينسجون حولهم النكات
وطرائف. المجموعات الأخرى أيضا التي هي مجموعات محسوبة على إيران يلعنون السيستاني لعنا يلعنونه، وحينما يتحدثون عنه يصفونه بأقبح الأوصاف. إنني أتحدث عن مجالسهم الخاصة لا عن أحاديثهم الكاذبة والمكذوبة في الإعلام، وهم يؤيدون المرجعية، والسيستاني يعرف هذا، وهم يعرفون بأن السيستاني يعرف هذا، والسيستانيون أيضا يسبونهم ويلعنونهم في مجالسهم الخاصة، ولكنهم في الإعلام يتحدثون بلسان آخر. إنها المصالح والمطامع والمطامح، هذا هو الواقع الذي عليه الشيعة في العراق. هذا الكلام الذي أنقله لكم ما هو بتحليل، هذه معلومات دقيقة بدرجة 100%. وحق الزهرائي لو لم أعلم بأنها معلومات دقيقة بدرجة 100% ما نطقت حرفا واحدا منها. لا مصلحة لي في ذلك، ما هي مصلحتي في أن أقول كلاما ليس دقيقا وليس صحيحا؟ ماذا أنتفع منه؟ إنني أريد أن أثبت الحقائق بأقصى ما أستطيع أن أثبتها. اللي مختلف لا يقول رأيه، منع الوالدين يقعد ويسكت ينشب. اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يؤيد ما احنا نريده او يسكت ينطم. هذا هو نظام المرجعية السيستانية. هنيئا لكم يا شيعة العراق بهذا الدجل وهذا الخداع وهذا الضحك على الذقون. وبعد كل هذا يخرج علينا بيان جبر كي يحدثنا عن معلومة أخرى أيضا عبر قناة التغيير. إنه يخبرنا من أن العابثين في الدستور توسعت دائرتهم، قيادات الكتل وقيادات الأحزاب والذين هم في خارج قبة البرلمان ولا علاقة لهم بلجنة كتابة الدستور، هؤلاء أيضا تدخلوا وعبثوا في الدستور، لأنهم لما عرفوا أن السيستانية عبث في الدستور هم عبثوا أيضا، فإن السيستانية لا يستطيع أن يعترض عليهم، وهذا هو برنامجه، إنه يحمي فساده بحماية الفاسدين ويسكت عن فساد الفاسدين والمفسدين كي يسكت عن فساده. المنظومة التي تحكم العراق فإنها تحكم العراق بهذه الآلية، فحينما تحتاج المرجعية سترا لفسادها يتسابق السياسيون في المنطقة الخضراء لذلك، وحينما يحتاج السياسيون في المنطقة الخضراء، أتحدث عن السياسيين الشيعة، حينما يحتاجون لستر فسادهم فإن المرجعية هي التي تبادر من عند نفسها من دون أن يطلب منها ذلك، لأنها تخاف إذا ما كشف فساد السياسيين فإنهم
سيكشفون فساد المرجعية. هناك تعاقد ليس لفظيا، ليس صريحا، ما يسمى بالتخادم السياسي. هناك تخادم سياسي بين الطرفين من دون أن يكتب هذا في وثيقة أو في معاهدة على الورق. فهم يدافعون عن فساد المرجعية بكل ما أوتوا من قوة، والمرجعية كذلك تدافع عن فسادهم بكل ما أوتيت من قوة. ولهذا فإن الفساد صار منتشرا بنحو غريب في العراق. لا يوجد بلد في العالم ينتشر فيه الفساد بهذه الطريقة مثل ما في العراق. لماذا؟ لماذا؟ والجميع يدعون أنهم يحاربون الفساد، والفساد ينتشر يوما بعد يوم في كل مكان، حتى صار الفساد جزءا من الثقافة اليومية العراقية للسياسيين وللمعممين وللموظفين في الدوائر وحتى للذين يعملون في أعمالهم الشخصية الخاصة. صار الفساد جزءا لا يتجزأ من الثقافة اليومية العراقية، لأن وراء الأكمة ما وراءها، فإن وراء الأكمة هناك السيستاني ومعه وكلاؤه ومؤسساته الفاسدة، وهناك القادة السياسيون الشيعة، قادة الأحزاب والتنظيمات والميليشيات. هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية، كثير من العراقيين يعرفونها، لكن الأساس فيها هو السيستاني. السيستاني أساس الفساد، السيستاني أساس البلاء في العراق وأساس تدمير العراق. وهذه الحقائق بين أيديكم. مثلما يعبث في الدستور فقد عبث في كل شيء. ستبين لكم الأيام، مثلما تحدث ضياء الشكرتي سيتحدث آخرون، ولكن متى؟ بعد أن يموت السيستاني، بعد خراب البصرة، بعد خراب البصرة، وبعد أن يأتيكم سيستاني جديد، سيخرج البعض كي يتحدثوا ببعض الكلام، ببعض الكلام. ضياء الشكرتي ما تكلم بكل الكلام، والذين سيخرجون أيضا سوف لن يتكلموا بكل الكلام. هناك حسابات. نذهب إلى فاصل. بيان جبر يتحدث عن أن قيادات الكتل والأحزاب هي الأخرى عبثت بالدستور. هم اللجنة في هاي الرسالة اللي وزعوها جدا مهم، أتمنى الأخوة يقروه. هو يقول لقد برز، هم يقولون الموقعين 17 طبعا، هم 90، هم 90 بس اللي موقعين على الوثيقة، لأن يعرفون مو كل 90 موقعين، فقط 17 واحد. ليش؟ هذا علامة استفهام. هل أن ال 17 يمثلون 90؟ خلي يوقعون البقية حتى إحنا هم نبدي نطلع اللي عندنا. ها طبعا ما زال في جعبتك. لا طبعا أنا ما أذب أوراقي هالشكل، أنا أذب أوراقي في الوقت المناسب. وأنا ظال على قول عادل إمام، ريحة جاية ريحة جاية. طبعا خليك ريحة جاية وتحصل مقابلة و... علينا سرة يعني، احنا البارحة مقابلة واليوم مقابلة وباكر لقاء والسبت لك مقابلة. هل تدري هذه مال الانتخابات يعني؟ يحكين ويا غيري. يقول لقد برز، هم يقولون في كلمتهم عيني هاي، لو أنا حاجيها كان الدنيا انقلبت. لقد برز في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة أو اللجنة بشكل أصح، وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسودة في 15 آب 2005. نعم. دور حاسم موازي لنشاط لجنة
كتابة الدستور. دور موازي للجنة، موازي يعني اكو دور حاسم فتشي برز يقول تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان، شوف، وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور التفاوض والاتفاق. هسه ما اريد اشر، خاف هم يزعلون الجماعه. لا تاشر، ما اشر، اضبط الاتجاهات. اي كتابة الدستور التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية، مو القضايا الهامشية، لا، القضايا الرئيسية، لا سيما تلكم المنطقة تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم. فالجماعة، أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية، يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة، يجي واحد يقول لي وخر، أكو يجي غيرك بالقيادة هو يعدل، أكو أشياء أنت ما تقدر تسويها لأن مطلوب أن تسويها. منين مطلوب؟ علامة استفهام. وخروا، هو يقول وخرونا، وبدأوا يدخلون زعماء الكتل. المرجعية عبر جلاوزتها عبثت بالدستور، قيادات الكتل والأحزاب عبثت بالدستور، أي دستور هذا؟ وبعد ذلك يصدر المرجع الأعلى دام ظله الوارث الدجال السيستاني، يصدر فتواه بتكليف العراقيين أن يصوتوا بنعم. فأين الحرية؟ أين الحرية؟ أين الحرية؟ إذا كان الذين يكتبون الدستور لا حرية عندهم من جهة المرجعية تعبث بهم، ومن جهة قيادات الكتل وقيادات الأحزاب لأنهم رأوا المرجعية تعبث بالدستور فهم بادروا إلى العبث بالدستور أيضا، إذا لماذا انتخبتم لجنة لكتابة الدستور؟ والذي يريد أن يقول شيئا يقولوا له انشب وقعد واسكت بأمر المرجعية، وبعد ذلك المرجعية تأمر العراقيين بشكل عام وتأمر الشيعة بشكل خاص أن يصوتوا بنعم للدستور. فتوى هذه، هذا دجل أو ليس بدجل حينما يقولون لك من أنك تمتلك حرية، ولكنهم في الوقت نفسه يرتبون لك برنامجا، هذا البرنامج يحولك إلى عبد خاضع لما يريدون، إنه البرنامج الديخي. مع عبد المهدي الكربلائي وهو يعلن فتوى السيستاني بخصوص الدستور وبخصوص التصويت عليه بنعم. يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، إلا أن ذلك لا يعطي مسوغا ومبررا لعدم المشاركة في التصويت بنعم، إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها
يمكن تعديلها مستقبلا بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي. إضافة إلى هذا، فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة. الديخيون صلوا على محمد وآل محمد، ولكن لا ندري لماذا صلوا على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد شيء حسن، ذكر الله حسن على كل حال، لكن لا علاقة لهذا الذكر بهذا الخداع وبهذا الضحك على الذقون. هذا كلام مكتب السيستاني، وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، هذا الكلام يقولونه حتى إذا ما اكتشف تزويرهم وعبثهم، فإنهم يقولون: نحن قلنا من أن الدستور ليس سليما. إذا كان الدستور ليس سليما، لماذا لم يترك الأمر للناس أن يصوتوا بنعم أو أن يصوتوا بلا؟ لماذا هذه الفتوى؟ الشيعة قطعا صوتوا بنعم التزاما بفتوى المرجعية، بفتوى صمام الأمان. هكذا جرت الأمور بخداع ودجل، والأمر ليس منحصرا بمسألة الدستور. كل الذي فعله السيستاني في العراق فعله خداعا ودجلا وكذبا وتزويرا، أتباعه لا يقبلون ذلك، هذا أمر راجع إليهم، مثلما أنتم أحرار تتصورون أن السيستاني مقدس، أنا حر أتصور أن السيستاني دجال، وأنا وإياكم نتفق على أنه ليس معصوما. فإذا كان ليس معصوما يمكن أن يكون دجالا كما أقول، ويمكن أن يكون مقدسا كما تقولون، لكنني حين أصفه بأنه دجال أثبت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق. أنتم ماذا عندكم؟ ليس عندكم من شيء، لأن الحقائق هي التي تثبت نفسها بنفسها. ومن الدستور العراقي إلى واقعة عبارة الموصل ومجزرة باب الرجاء. أما عبارة الموصل فهذه الواقعة حدثت في مدينة الموصل، عبارة تنقل الناس في النهر، في نهر دجلة، الناس يعبرون من خلالها من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. حادث غرق بسبب الفساد والإهمال حكاية لها تفصيلها. مجزرة باب الرجاء، باب الرجاء أحد أبواب الحرم الحسيني، حدثت فيه مجزرة بسبب الفساد، بسبب الإهمال، بسبب سوء التخطيط، بسبب
هذه الواقعة حدثت بالضبط في اليوم العاشر من المحرم سنة 1441 للهجرة في موكب ركضة طويريج. قتل كثيرون من دون سبب، إنه الفساد والإهمال والفشل وسوء التدبير وسوء التخطيط من قبل الحكومة السيستانية في العتبتين، في العتبة الحسينية والعتبة العباسية. الحكومة السيستانية في كربلاء لن أطيل الحديث بهذا الخصوص، لكنني سأعرض لكم الخطبة السيستانية ما يتعلق منها بعبارة الموصل أحمد الصافي وهو يقرأ الخطبة السيستانية. ما سيقرأه أحمد الصافي ليس من قبله، هذه الخطبة السيستانية التي تأتي من النجف من مكتب السيستاني بعلم السيستاني وبإشراف ولده محمد رضا. تأتي الخطبة كي تقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة. أحمد الصافي وهو يتحدث عن لسان السيستاني ويقرأ خطبته عن عبارة الموصل. الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علماً أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا. هذا كلام المرجعية حول عبارة الموصل، كلام جميل. أقرأ ما قاله أحمد الصافي، أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة
من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته فيقدم استقالته. هل طالب السيستاني من المسؤولين في العتبة الحسينية أو العتبة العباسية أن يقدموا استقالتهم بعد المجزرة العظيمة التي حدثت في ركضة أطويريج سنة 1441؟ وحدثت هذه الواقعة بفترة ليست بعيدة عن عبارة الموصل. السيستاني ماذا فعل؟ السيستاني في خطبته التي قرأها عبد المهدي الكربلائي، وسأبثها لكم، سأعرضها لكم، نفى أن يكون هناك قصور وليس تقصير، نفى القصور، جعل القصور معلقا إن كان هناك قصور، أما التقصير فلم يتحدث عنه. وضحك على الشيعة بأن الذين قتلوا جاءوا ليستشهدوا في طريق الحسين، الناس لم يأتوا ليستشهدوا في طريق الحسين، الناس جاءوا لزيارة الحسين وبعد ذلك يعودون إلى بيوتهم. ولكن الفساد والفشل وقلة الخبرة وسوء التدبير وسوء الإدارة، هذا إذا أحسننا الظن، هناك من يسيء الظن بالمسؤولين بخصوص هذه الواقعة، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل الكاملة هناك 10 حلقات مطولة، من الحلقة 5 إلى الحلقة 14 من برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، من الحلقة 5 إلى الحلقة 14 10 حلقات طويلة مفصلة في هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إليها. فيقدم استقالته، وماذا بعد؟ فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. إذن لماذا لم يكن هذا الكلام موجودا حينما ذبحت الشيعة في مجزرة باب الرجاء؟ سأعرض لكم الفيديوهات، سأعرضها لكم. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة، لا زال الكلام عن عبارة الموصل، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. والذي جرى في العتبة الحسينية
في قتل أولئك الناس العشرات والعشرات، فضلا عن الذين عوقوا، أعداد هائلة. ستشاهدون الفيديوهات. أليس الذي جرى هناك بسبب الفساد أيضا، بسبب سوء الإدارة، بسبب سوء التدبير؟ دجال أو ليس بدجال؟ قولوا لي، قولوا لي. وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد، وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه، من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا. الكلام جميل، لكنه بخصوص عبارة الموصل. أما بخصوص مجزرة باب الرجاء، بخصوص الشيعة الديخيين، فإنه يضحك عليهم. دجال هذا أو ليس بدجال؟ ستشاهدون كل شيء بأم أعينكم، لكن الحقائق الكاملة بالوثائق والحقائق والدقائق والتفاصيل في 10 حلقات أشرت إليها قبل قليل، في 10 حلقات في غاية التفصيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديوهات التي تخبرنا عن جانب من وقائع المجزرة، مع ملاحظتي أن العتبة الحسينية تمتلك منظومة كاميرات في غاية التطور. لم يخرجوا للناس أي صورة من تلك الكاميرات، وإنما الموجود بين أيدينا من تصوير أجهزة الموبايل، وهناك بعض أجهزة الموبايل عند المنتسبين أخذت منهم، عند الذين يعملون في العتبة الحسينية وصوروا بعض الوقائع، أخذت منهم أجهزة الموبايل في اللحظة نفسها، ومنعوا المنتسبين أن يصوروا الوقائع الذين كانوا في الطابق الأعلى في بناية الصحن الشريف. هذه فيديوهات الناس الذين كانوا في الواقعة صوروا جانبا منها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. وهذا الغبي يردد الشعارات لهم: الناس قتلت، الناس قتلت، داس بعضهم على البعض الآخر، الناس اختنقت، الناس ماتت. وهؤلاء الأغبياء يرددون لهم الشعارات، لم يبادروا ولم يسرعوا إلى إنقاذهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
وإلى الفيديو الثالث. نذهب إلى الفيديو الرابع. إلى الفيديو الخامس. مات هذا مات. الناس قتلوا ذبحوا بطريقة مجانية، قتل الكثيرون، جرح الكثيرون، وعوق الكثيرون، ولا زالوا معوقين إلى الآن منذ سنة 1441 للهجرة. والسبب كان واضحا، السبب كان واضحا، ولذا لم تخرج صورة واحدة مما صورته منظومة الكاميرات. كانت هناك كاميرات المراقبة وهي متطورة جدا، كاميرات مراقبة العتبة الحسينية وحتى العتبة العباسية، لكن الواقعة حدثت في الحرم الحسيني. كاميرات العتبة الحسينية متطورة جدا جدا، وحينما تصور شيئا تصوره بشكل واضح ودقيق جدا. وهناك كاميرات قناة كربلاء الفضائية، إنها القناة السيستانية الرسمية، أيضا كاميراتها كانت موجودة في الصحن الحسيني. لم يخرج أي صورة، لا من تصوير نظام المراقبة ولا من تصوير فضائية كربلاء. لماذا؟ لأنهم يعرفون لو أن الأفلام والصور قد خرجت سيشخص العيب والإشكال الذي يقع عليهم، يقع على كبار المسؤولين في العتبة الحسينية. هناك بعض الفيديوهات التي صورها الناس وكيف أنهم أغلقوا الطرقات وأغلقوا الأبواب بسيارات لا علاقة لها بالموضوع
ولا يمكن أن تكون في هذا المكان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. إلى الفيديو الثاني. شغل عتبة اللي ساعدين الطريق الناس دي يموتون وما يحرك. إلى الفيديو الثالث. تلاحظون أن الجموع هائلة، إنه العاشر من المحرم، وهؤلاء أغلقوا بعض الطرق وأغلقوا بعض الأبواب وأغلقوا بعض المداخل ووضعوا المعوقات. وتلاحظون أن السيارات هذه لا محل لها من الإعراب هنا، ولذا فإن الناس يضطرون إلى أن يقفزوا فوقها. قطعا نحن لا نمتلك كل التفاصيل، الأفلام الكاملة موجودة عند العتبة الحسينية لكنهم لا يخرجون شيئا منها، وعند العتبة العباسية، وعند قناة كربلاء الفضائية لا يخرجون شيئا منها. هذه الفيديوهات من تصوير عامة الناس. مشكلتكم يا أيها الديخيون ليست مع إيران، البعض يتحدثون من أن الإيرانيين هم الذين فعلوا هذا، وسيتحدث آخرون من أن إسرائيل هي التي فعلت هذا. مشكلتكم يا
ديخيي العراق لا مع إسرائيل ولا مع إيران، مشكلتكم مع النجف، مع النجف، مع زقاق الشيطان، ذلك الزقاق الذي يستقر فيه الدجال السيستاني، مشكلتكم مع السيستاني لا مع إيران ولا مع إسرائيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرابع. الزوار كلش ازدحام قوي، الزوار ماتت كلش، ماتت هواية بسبب هذا القطع اللي مسويه. شوفوا هذا قطع هنا، شوفوا الواد شلون جاي شهيد، شوفوا شو استاذين الشارع، هذا استاذينه منا، الواد مختنقت ماتت. شوفوا هذا القطع مسويه، هذا شوفوا الواد مختنقت بهاي السنة بسبب هذا الطريق استاذينه منا، شوفوا الواد شلون قام الشهيد، شوفوا بعينكم فوق الواد قام تشيت منه على هذا الطريق، هذا استاذينه مسوي الخطا منه. شوف اخوان الواد قام تشيت منه، هذا مسوي الخطا استنه منه، لو هذا مكتوب هواينا هواي ناس ما تكفي هاي السنه، لان هذا قطع هنا مسويه. ليش؟ ليش مسوي هذا القطع؟ والى الفيديو الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، يترجون الكاميرات عليه اللي ينباب الرجاء، وهاي الوالد ماتت كل ذمتكم، والله العظيم هاي الخطة مالتكم مقصودة وخطة إسرائيلية لقتل الزوار، مشكولة ذمتكم وذمة والديكم، يترجون التصوير اللي هو ينباب الرجاء. شوف الناس شلون سادين الشارع بالسيارة هاي اللي محملينها ثلج، وسادين الفتحة مال الكيشوانية الجهة اليمنى واليسرى باب الرجاء، حتى الناس تنجبر انه طب باب الرجاء، وباب الرجاء ضيق والناس ازدحام، قامت الناس تطلع متصعد فوق السيارة، الشارع العام اللي يدس داير ما داير الحار الحسيني، ليش يسددونه يا ظلمة؟ ما شفت الناس شلون صايرة ذبحة، سدون الطريق التبليط، الشارع التبليط اللي بصف باب الرجاء، يسدونه بالسيارة مالت الثلج ويدخلون الناس تعبر من فوق السيارة للجهة الثانية، الجام كسروه مالت السيارة اللي هي مال الحمل اللي ما ادري شو يسمونه، سيارة بيضة محملة ثلج وقاطعين الشارع بها قطع حد وحد ويا باب الرجاء، الجام كسروه والناس تطلع وتصعد من كتر السايق وتنزل من هناك، من جوا السيارة تعبر، من فوق السيارة تعبر، ما شفتوا انتوا ليش هذا؟ ليش تسدونه؟ يعني الناس اللي تختنق وين تروح؟ تجبر انهم تطب للامام من باب الرجاء، من باب الرجاء. فالناس لو اكو مجال وتطلع كان ما خلصت الناس هاي وراحت هاي الابرياء اللي قتلتوها. مشكولة ذمتكم، رسالة هاي لكم تسمع كل واحد يسمعني. انه اذا سمعني عبد المهدي كربلاء واحمد الصافي يرجعون الكاميرات ويشوفون شلون سادين الشارع. وشلون سادين باب الكيشوانية اللي يخلون الناس قوة عليها الطب، وصار الازدحام هذا اللي شفتوه، ذابين ما يعرم الله، أنا طمست فيه بالباب تقريبا قريب الركبة رمل ويتشغ ماي، ذابين بيشوفوه فتنزل، رجع الكاميرات وشوفوه بالبداية الصفاح منها ومنها ماي، شوفوه ايش قد متهدي العالم، ورجعوا الكاميرات شوفوا الناس شلون تعبر السيارة على البودي تصعد من هاي الصفحة وتنزل من ديش الصفحة، ليش سادينا؟ ليش؟ مو هاي خطة إسرائيلية حتى تقتلون الناس بيها وزوار الحسين؟ خاصينكم الحسين إن شاء الله يوم القيامة. فساد إداري، فساد أخلاقي، فشل في العمل العمراني، فشل هندسي، سوء في التدبير، سوء في القيادة، سوء في الإدارة، قطع الطرق التي يحتاجها الناس بنحو ضروري، غلقوا المداخل ووضعوا قواطع في الطريق ووضعوا سيارات عند الأبواب لا حاجة لها. هناك من أساء الظن فيهم من أنهم يريدون أن يمنعوا مجيء المواكب في السنة التي تلي تلك السنة،
لكنهم لا يستطيعون، يقولون من أنهم فعلوا هذا كي تقع الحادثة، وبالتالي يجعلونها ذريعة لمنع ركضة طويريج وأن تكون خارج كربلاء بعيدا عن الحرم الحسيني، لأن المرجعية السيستانية تتأذى كثيرا من مواكب التطبير ومن مواكب العزاء ومن ركضة طويريج. هذا كلام يقوله من يقول، أنا لا شأن لي بهذا الكلام، وقد يكون صحيحا، وهناك من القرائن التي يمكن أن تشير إلى هذا، لكنني أقول بحسب المعطيات المتوفرة هناك سوء في الإدارة. ما هو ذنب السيستاني؟ إنه لا يختار الناس الصالحين، وهذا ليس في العتبة الحسينية، على مستوى رؤساء الوزراء إلى مستوى الفراشين، السيستاني لا يختار الإنسان الصالح، لا يختار الإنسان الكفو، ولذا مؤسساته فاسدة، مكاتبه فاسدة. الذين اختارهم لحكم العراق فاسدون، فاسدون إلى أبعد الحدود. والمشكلة الأنكى أنه يدافع عن الفاسدين بأسلوب شيطاني خفي، في الكلام يحارب الفساد لكنه في العمل وفي الكواليس يدافع عن المفسدين بأقصى قوة. الدليل ها هي خطبته، هذه خطبة السيستاني التي تأتي من مكتب السيستاني في النجف، كي يقرأها عبد المهدي الكربلائي في صلاة الجمعة، وجمعوا أتباعهم كي يهتفوا لبيك يا حسين، وكأن المناسبة مناسبة للحماس، لأن القوم الذين قتلوا خرجوا في معركة جهاد فاستشهدوا ولم يكونوا قد ماتوا غدرا بسبب سوء التدبير السيستاني، وبسبب اختيارات السيستاني لشخصيات ليست كفوءة وليست نزيهة أن تقوم بإدارة هذه العتبات. الميزان هو الولاء للسيستاني، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، ويهلكون من يتعصبون عليه، وإن كان للإعزاز والإكرام مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هذا هو البرنامج العملي للسيستاني ولسائر المرجعيات، لكن الحديث عن السيستاني في هذه الحلقات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يقرأ فيه عبد المهدي الكربلائي الخطبة السيستانية. ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم، الباذلين لأنفسهم، المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان رجاء هؤلاء الحسينيين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم تعبيراً عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام، فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين ألا من ناصر ينصرنا، ورددت أرواحهم مع ألسنتهم
بصدق شعار لبيك يا حسين. هذه الثلة من الحسينيين الصادقين في ولائهم وبذل مهجهم وأرواحهم، رددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين، ففاضت أرواحهم إلى بارئها الأعلى شوقاً إلى لقاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام. وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى الذين تماثل الكثير منهم للشفاء بفضل رحمة بارئهم ودعوة المؤمنين ودعاء المؤمنين الصادق لهم. وندعو الله تعالى أن يتماثل للشفاء التام عاجلاً بقية الجرحى من هؤلاء الموالين الحسينيين، إنه سميع مجيب، وأن يبقى روح الولاء الصادق والتجسيد العملي لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في حرارتها وقوتها، كما هو حال قلوب المؤمنين لمصاب سيد الشهداء عليه السلام. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طوريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. أنا أقول لعبد المهدي الكربلائي، وأنا متأكد أنه يتابع الحلقة الآن، يتابع البث المباشر، عندي معلومات دقيقة، هو يتابع البث المباشر الآن. أقول لشيخ عبد المهدي، العباس عليك، أنت من تقرأ هذا الكلام ومصدق بي، ومصدق أن هؤلاء هكذا تصفهم بأنهم مضحين بأرواحهم؟ هم ضحوا بأرواحهم أم أنتم ضحيتم بأرواحهم؟ من الذي ضحى بهم؟ هم ضحوا بأنفسهم أم أنتم ضحيتم بهم؟ أنت مصدق نفسك وأنت تقول من أن هؤلاء جاءوا يطلبون الشهادة؟ هذا كلام السيستاني، تتفق معي على أن سيستانيك دجال أو لا؟ العباس عليك، العباس ابن أمير المؤمنين. أنا لا أريد منك تصريحا، لا أريد منك شيئا، لكن فيما بينك وبين نفسك
قمر الهاشميين عليك. هذا الكلام حقيقي أم أنتم تضحكون على الناس وجامعين هؤلاء الحمير الديخيين يرددون شعار لبيك يا حسين؟ إلى متى تبقون تلعبون مع الناس بهذه الألاعيب؟ إلى متى هذا العبث؟ أنت مريض شيخ عبد المهدي، أنت مريض، أنت مريض وكبير في السن، ما أنت بشاب صغير. في أي لحظة يمكن أن تفارق الدنيا وما أنت على علاقة جيدة بالمرجعية السيستانية؟ إني على علم بذلك، إني على علم بذلك، ما أنت على علاقة جيدة وإن كنت تتظاهر بهذا، لكنني أحدثك عن الذي في نفسك والذي تبوح به لخواصك. هذا دجل أو ليس بدجل؟ هذا دجل أو ليس بدجل؟ تضحكون على الناس، تقولون من أنهم جاءوا يطلبون الشهادة، بعد ذلك ماذا تقولون بحسب السيستاني من أنه ستتابعون الموضوع إن كان هنالك أي قصور؟ التقصير أين؟ هذه الفيديوهات التي عرضناها من قطع الطريق وغلق الأبواب وسد المنافذ ووضع هذه السيارات في المواضع التي تؤذي الناس وأدت إلى قتلهم، هذا من حسن الإدارة أم من سوء الإدارة؟ هذا قصور أم تقصير؟ ماذا تقولون؟ أما كاميراتكم فقد صورت أشياء كثيرة، هذه كاميرات لا تصور إلا لمسافة محدودة ولمساحة محدودة. إذا كنتم قد أجريتم تحقيقا فإنكم ستعتمدون على كاميرات المراقبة والتي تصور لمساحات شاسعة ولمسافات بعيدة وهي دقيقة في تصوير التفاصيل، تعتمدون على كاميرات قناة كربلاء الفضائية، ستعرفون أن التقصير هو سيد الموقف وليس هناك من قصور، وإذا كان هناك من قصور في طبيعة البناء فمرده إلى التقصير، إذا كان هناك من قصور في تخطيط الشوارع فمرده إلى التقصير، إلى قلة كفاءة وخبرة الذين قاموا بهندسة ذلك. لماذا لم يذكر التقصير حينما تحدث أحمد الصافي عن عبارة الموصل؟ ماذا قال؟ من أنه يجب عليه، على المسؤول أن يقدم استقالته وأن يضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. وهذا هو حالكم، هذا هو حالكم، هذا هو حالكم. أنتم أصحاب مناصب تفكرون بمصلحة أنفسكم وتتشبثون بمواقعكم مهما أمكن، أنت وغيرك، أنت وغيرك، الجميع الذين يعملون في الحكومة السيستانية في كربلاء وفي غير كربلاء. أليس السيستاني دجالا هنا؟ هذا هو الدجل بعينه.
لماذا قالوا للقتلى بأنهم شهداء حتى لا يدفعوا لهم الدية الشرعية؟ لأنهم قد قتلوا قتلا شبه عمدي، ما هو بقتل خطئي. هناك تقصير في البناء والهندسة وفي تخطيط الطرق وفي غلق الأبواب، هذا قتل في الشريعة قتل شبه عمدي، ما هو بقتل خطئي. وديته الشرعية مغلظة. شيطان السيستاني قال لهم أنتم شهداء حتى لا يستحقون دية شرعية، أعطوا كل قتيل 10 ملايين، بينما دية القتيل الواحد منهم قد تتجاوز 400 مليون دينار بحسب الموازين الشرعية في دين العترة الطاهرة. دجل هذا أو ليس بدجل؟ ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور. إذا كان هنالك من قصور، التقصير ليس موجودا، لأن السيستانيين لا يصدر منهم التقصير. هتلية وسرسرية من رؤوسهم إلى أقدامهم كمرجعهم. إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طويريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. يعني هذا الجزاء، أنهم يعيدون النظر في خططهم مستقبلا. أما الذين قتلوا الناس فلم يكونوا مقصرين، هناك قصور. المشكلة في الزوار، هم الذين جاءوا يطلبون الشهادة فصاروا شهداء. أية مسخرة هذه؟ أية مضحكة هذه؟